موجز الأخبار من حلب اليوم. المجلس الإسلامي يعتبر أن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التي أعلن عنها الائتلاف الوطني يؤدي إلى شرعنة نظام الأسد وإعادة تعويمه والتفافا على القرارات الدولية، ويدعو كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة، ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام. بشار الأسد يعلن تسمية فيصل المقداد بمنصب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام خلفا لوليد المعلم وبشار الجعفري نائبا له، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما للنظام لدى منظمة الأمم المتحدة. الجبهة الوطنية للتحرير تنعي محمد الطالب والمعروف باسم أبو عبد الآخي قائد لواء هنانو في فيلق الشام وقائد القطاع الشمالي في الجبهة الوطنية إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كان يقودها في منطقة كفر تخاريم شمال غرب إدلب. الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة في محيط بلدة رويحة على الأطراف الشرقية لجبل الزاوية بعد إرساله تعزيزات كبيرة إلى المحافظة شملت مدافع ثقيلة وعربات ومدرعات ومصفحات. الدفاع المدني السوري يعلن دفن جثامين 7 أشخاص توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر، وذلك بعد نقلهم من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالة الفيروس. والقضاء الكويتي يقرر حبس 5 أشخاص في قضية إمداد تنظيم الدولة في وقت سابق بأموال تبرعات مخصصة للشعب السوري.